صباح وأهلا وسهلا على القناة. اليوم بدنا نتحدث عن تليفون جديد من شركة بوكو مسمينه الـ M4 Pro. هالتليفون سعره حيكون تقريبا 219 يورو، بس الشغلات اللي عم بيعطينا فيه المميزات اللي بقلبه كتير كتير منيحة، خاصة بسبب هالسعر اللي عم نشوفه. اليوم حنتحدث عن كل المميزات الحلوه فيه للام 4 برو، وكمان بدي اتحدث كمان عن الهدايا اللي بعثت لي هون. اعطوا لي القميص هون، الغطا هون كمان، وبعثوا لنا الغطا الصغير، هاللعبه الصغيره مسمينه البوكو كينج. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي من اشتراك على القناه. خلينا نتحدث عن البوكو ام 4 برو. اعملوا لايك وسجلوا على القناه حتى دايما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديده. شاهدوا لي كل الاغراض اللي بنشوفهم. العلبه مثل ما شفنا هون البوكو ام 4 برو، عندنا ال 5G هون، ال 5G موجوده على 2 سم كارد، وكمان فينا نستعمل اس دي كارد لنزيد الذاكره عليه. 33 واط موجود للشارجر بقلب العلبه مع اليو اس بي سي واليو اس بي اي لنشارجه. عندنا غطا الكلير هون نقدر نستعمله للتليفون، ومثل ما بنشوف البوكو ام 4 برو عندنا لمستين هون، 50 ميجا بكسل الاساسيه و8 ميجا بكسل الالترا وايد. البطاريه الموجوده هون 5000 ملي امبير لنقدر نشرجها ب 33 واط. لما بنقلب التليفون لهون على جهه ثانيه بنشوف ان عندنا شاشه هون 6.6 انش 90 هرتز 1080p. الحاسوب الموجود هون الميديا تك دمنسيتي 810، بيعطينا 2 سم كارد يعنيهم 5G عليهم. 6 نانومتر هو يكون الحاسوب التكنولوجي اللي موجود عليها. البطارية مثل ما قلت لكم 5000، بنقدر نشارجها ب 33 واط، وحال يكون عندنا اي اشكال ضاين مدة طويلة. وعندنا ستيريو سبيكرز مثل ما فرجيتكم لفوق، عندنا واحد لفوق واحد لتحت بيعطينا ستيريو سبيكرز بنتسمع كتير منيح. وعندنا كمان السماعة 3.5 ملليمتر هيدفون جاك. الكاميرا الموجودة قدام هون حتكون 16 ميجا بكسل بدل ما يكون ال 50 و 8 الموجودين ورا. ال 1080p حيكون احسن فيديو نقدر نعمل على الكاميرات هون، وحاعطيكم مسطرة بعد شوي لما نبلش نتحدث بالكاميرات. هيكون في موديلين منه لهالتليفون، واحد عنده 4 جيجا بايت رام و64 للذاكره، واحد ثاني بيكون 6 جيجا بايت رام، وهذا الموديل اللي انا عندي اياه، و128 جيجا بايت للذاكره. الشغله كتير كتير حلوه وعجبتني فيها هون، فينا نستعمل من هالتليفون من الذاكره الاساسيه مثلا 128 2 جيجا بايت بنعطيهم كمان للسيستم. معناته اذا فوت لهون، خلينا نسكر هون، حننزل على النوتيفيكيشن، نسحب من هون على اليمين، ننزل على السيتنجز. تحت السيتنجز بدنا ننزل على تحت الاديشنال سيتنجز، من هون بنشوف ميموري اكستنشن، فينا ندورها من هون. هيدي بتستعمل 2 جيجا بايت من الرام، معناته الذاكره الاساسيه لازم نزيد عليها، معناته هالتليفون صار عنده 8 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت و 126 جيجا بايت ستورج، لانه اخذنا 2 جيجا بايت. هلا الموديل التحتاني ال 464 فيكم تزيدوا جيجا بايت زياده منه، لانه عنده ذاكره اقل 64، معناته بيصير عندنا 5 جيجا بايت عليه هداك، و64 ولا 63 للذاكره الموجوده. كثير مهم نقدر نعرفه، كثير حلوه حلوه كثير. السيستم موجود هون البوكو لانشر مثل ما عم نشوفه من قبل، عندنا الجوجل فيل على الشمال، نسحب من هون على الشمال بنشوف المساجات تاعتنا، سحبنا من هون على اليمين بيكون عندنا اللانشر مثل ما بنشوف البوكو لانشر. هذا MIUI 12.5 على الاندرويد 11 موجود عليه هالتليفون من اول ما تظهروا. لما بنعمل الجيك بنش مثل العاده دائما نشوف قوته للحاسوب، بنسحبها هون 595 على السنجل كور، 1801 على المالتي كور. ولما بنعمل الكمبيوت هون على الجرافيكس للجي بي يو 1593، هذه كثير منيحه بالنسبه لانه عم نتحدث مثل ما قلت لكم الميديا تك 810 معمول كبادجت سمارت فون، معناته السعر تبعه حيكون كثير منيح وبيعطينا القوه اللي نحن محتاجينها. شغله ثانيه كمان لازم نعرفها انه هون عندنا نحن راديو موجود بقلبه لهلا التليفون، وغير هيك كمان الكنترولر حتى نقدر نسيطر على التلفزيون. وهون لفوق موجود عندنا الاي ار بلاستر، واحد منهم للميكروفونات، ومثل ما خبرتكم السماعه الثانيه لفوق عشان نعمل ستيريو سبيكرز. عندنا كمان الجيم توربو لنقدر نسيطر ونظبط خبرتنا مع استعمال الالعاب عليه للتليفون. اخر شيء بدنا نتحدث كمان، خلينا نبلش نتحدث عن الكاميرات الموجوده قدام. مثل ما قلت لكم 50 و8 موجوده لورا، 16 موجوده لقدام. عندنا الفيديو ماكسيموم 1080p 30 على الكاميرا الاساسيه موجوده قدام، و 1080p 60 موجود على الكاميرا الورانيه. اذا بدنا نعمل على الالترا وايد فينا كمان نعمل 1080p 30 فريمز بير سكند. سو على القليل عندنا نفس الخبره عن عده اللمزات الموجوده فيها للتليفون. فينا عندنا البورتريت مود، عندنا عده شغلات، وعندنا الهايلايت، نايت لايف اور نايت فوتوغرافي، عندنا ال 50 ميجا بكسل شورت فيديو، سلو موشن دوكيمنت، وكمان التايم لابس والاديت، كل هالشغلات موجودين حلوين. خليني اعطيكم هلا مسطره عن الكاميرات الموجوده من قدام ومن ورا عليه للبوكو ام 4 برو. نبلش اول شيء بالكاميرا الاساسيه الموجوده قدام، عندنا هون 1080p 30 فريمز بير سكند عليه للام 4 برو. ما بنقدر نعمل اكثر من 1080p على اي لمزه موجوده عليه لهالتليفون بسبب الميديا تك 810 الموجوده هون.
بس على ليلي 1080 بي 30 فريمز موجودين هون، وهيدي مسرع عن الصوت والصوره. هلا عم نستعمل الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا 50 ميجا بكسل موجوده هون، بس مثل ما قلت لكم 1080 بي 60 فريمز بير سكند حيكون احسن شيء موجود على الشاشه وعلى اللمسه هيدي الموجوده هون. واذا بنقلب على الالترا وايد تاعتنا بنقدر نعمل 1080 بي 30 فريمز بير سكند. فعلى ليلي عندنا 1080 بي موجود على كل اللمسات الموجوده على التليفون. مثل ما شفنا هونيك قلت لكم 1080 بي 1080 بي 30 حيكون احسن شيء موجود على كل اللمسات، و 1080 بي 60 على الكاميرا الاساسيه الموجوده لورا. هلا خلينا نعمل تجربة على السماعات الموجودة عندنا هون. هعمل الفوليوم لل 100%، هنلعب الغنية أليكس كريندو جامبو من NCS ريليس. مثل ما شفنا الصوت ما في اشكال، ما حيكون كتير عالي وعليه كتير بيس، بس صوته منيح وفيكم تعملوا عليه مكالمات كمان. وغير كمان من تتفرجوا على فيديوهات عليه عنا اختيارين، حيكون عنا السماعات هون ستيريو موجودين لبرا، ومش بس هيك في عنا كمان سماعات الهيدفون حتكون عنا زيرو ليتنسي عليها، نقدر نسمع الموسيقى مثل ما بدنا اياها. هلا خلينا نتحدث عن الالعاب الموجودين. انا نزلت جيم توربو دورناها، مركبين ثامبر الجيك بنش حتعمل سكور منيح، الكول اوف ديوتي موبايل، عندنا الببجي موبايل، وعندنا الاسفلت 9. خليني افرجيكم هلا مصر عن الالعاب هدول كيف يمشوا على التليفون تبعنا الام 4 برو. سنايبر نيد باك اب سنايبر داون كيل كونفيرمد. Cover me. Enemy UAV spotted. Enemy down. Need backup. Need backup. Enemy down. UAV recon ready. Daylight, lightning, and the thunder. Sun, moon, star. الشغلة الأساسية اللي لازم نعرفها إنه الـ M4 Pro معمول كبادجت، التليفون عنده مميزات بتمشي مع الميد رينجرز. الدمنسيتي 810 حاسوبه منيح كتير، خاصة بتكون تستعمل التليفون عادي، بتكون تبعتوا إيميلات، بتكون تطلع على السوشيال ميديا، تعمل الشغلات العادية على التليفون، ما حيكون عنا أي أشكال. الجيمينج ما حيكون احسن خبره الجيمينج الموجوده على الماركت، بس الشغل المهم اللي لازم نعرفها انه بتمشي مزبوط مثل ما شفتوا. الببجي موبايل ماشي منيح، التاتش سامبلينج عليها اعلى من 90 هرتز، هذه شغله مهمه كتير، معناته لما بنحط اصبعنا على الشاشه الشاشه بتعرف بتعمل ريكوجنيشن بسرعه ونقدر نلعب العاب منيحه كتير. الكول اوف ديوتي موبايل مشيت منيح، الببجي موبايل والاسفلت 9 مشيوا كتير كتير منيح لإلي. والثامبر اهم شيء فيها هيدي التاتش سنسيتيفيتي، لانه اذا ما بتعمل السحبات مزبوطه معقول انه تخسروا اللعبه، هيدي كتير مهمه ومشيت كتير منيح. كل شيء موجود عليه التليفون انا معجب فيه اطلاقا. هلا هالتليفون ما عم بيحاول يكون فلاج شيب، عم بيعطينا خبره الفلاج شيب بسعر منيح، عشان هيك انا مسميه البادجت كينج. هل معقول هالتليفون يعطينا كل هالخبره ونقدر نستمتع فيه من غير ما ندفع كتير مصاري؟ اذا عم بتفكروا تجيبوا لهالتليفون على القليله اعرفوا انه السعر تبعه والمميزات تاعيته بتقريبا بالسعر تقريبا 200 300 يورو، هذا هو اهم شيء لازم نعرفه. غير هيك البطارية حضينا مدة طويلة عن 5000 ملي أمبير، بنقدر نشارجها بسرعة ب 33 واط. واللي أهم شيء كمان لازم نتذكر أنه الشاشة لأنها 1080 بي 90 هرتز ما حتاخد كتير قوة، ما حتاخد كتير حتنزلنا البطارية بمدة بسرعة سريعة، عشان هيك لازم نعرف أنه معمول هالتليفون يضيلنا مدة طويلة.
الصور مثل ما شفتوهن ما في مثلهم كتير حلوين. إذا في ضوء منيح برا حيمشي كتير منيح لألكن. الفيديو كنت أمنيتي إن نشوف شغلة زيادة عنه، يعني معناتي أما 2K ولا something هيك، بس تانيتي بي كلهم على كل اللمزات الموجودة عليها، و60 أحسن شيء موجودة لورا، ما عندي أي إشكال. هالتليفون بهالسعر منيح منيح كتير، وبيعطينا كتير مميزات وما بيسأل كتير للمصاري، عشان هذا اللي عجبني فيه كتير. الريشي بيسموه البنك في ضباك، هالتليفون ماشي مزبوط على الآخر. يلا شكرا جزيلا على كل الناس من الاشتراك، ان شاء الله يكون عجبكم هالتليفون الجديد من شركة بوكو، وشكرا لشركة بوكو انه بعتوا لي هالغرض. اذا بدكم تعرفوا بهالعلبة الجديدة اللي بعتوا لي اياها مع هذا الكابيسون تبعي اللي اعطيني اياه هنيك، حطيت انا الريل بسموهن على الانستغرام وبعطيكم اللينك تبعه تحت، هتقدروا تشوفوا وتقولوا لي شو رايكم فيه. يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد، مع السلامة.